بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية. مرحبا بكم في آخر محاضرة من مادة تحليل بيانات السلام والصحة المهنية، وهي تتعلق بأقسام السلام الإدارية والاجتماعية. يعني هي جانب بتاع مانجمنت إدارة أكثر من إنها جانب بتاع تفاصيل. يعني الباب الفات تكلمنا عن الصيانة وإنه كيف الأشياء محتاج المفترض يتابعها مشرف السلامة والصحة المهنية، وكيف يتابعها ويتابعها مع منو، والمطلوب منها شنو، هكذا. الآن في عملية المتابعة والتقارير والاجتماعات، هنا في بعض الأقسام تحتاج تتواصل معها أنت كمشرف سلامة والصحة المهنية. هي الجهة اللي بتتم أنت بترسل لها التقارير، بتستلم منها التقارير، إذا في أي خلل يتم النقاش بينكم مع بعض عشان تحلوا المشكلة. لذلك الجزء الاخير ده مخصص عليك، هو من ناحيه يتكلم عن مانجمنت. طيب الجزء بيشمل بعض الاشياء. اولا بدا يتكلم عن اهميه اقسام السلامه الاداريه والاجتماعيه في بيئه العمل. ومعلوم اي بيئه عمل، لا سيما لو كانت بيئه العمل الكبيره، الشركات الانشائيه الكبيره، المصانع الكبيره وهكذا، تجد فيها بعض الاقسام المتعلقه بالسلامه والصحه المهنيه، مثلا اداره المخاطر، ريسك مانجمنت. هنتكلم عن جزء كل عن بعض منها او عن بعض الجزئيات منها لاحقا ان شاء الله. اداره ازمات السلامه والصحه المهنيه، اتش لها علاقه بهيلث، اس فور سيفتي، اي فور انفايرمنت، كرايسيس اللي هي ازمات، ومانجمنت. في اتش اس اي كرايسيس مانجمنت عباره عن اداره ازمات السلامه والصحه المهنيه. كذلك توجد اداره اللجان الفرعيه لاداره انظمه السلامه والصحه المهنيه. بعض الشركات مثلا عندها مواقع انشائيه كثيره، فكل موقع يحتاج تكون فيه إدارة السلامة والصحة المهنية، فعندها مواقع كثيرة فتحتاج إلى أنه تتابع المواقع دي. فالقسم الكبير في الشركة، القسم الأم يعني، يجعل آلية يتعامل بها مع المواقع. مثلا شركة عندها 15 موقع في 3 مدن مختلفة، وهي مقرة مثلا في مدينة معينة، فتحتاج إلى آلية تتواصل مع اللجان الفرعية، عشان كده سماها قال HSE Management Sub Committees. ثم عندنا إدارة التدقيق، دي بتعمل عملية بتاعة تدقيق في كل المؤسسة أو المصنع أو غيره، اسمها Auditing Management. إدارة الطوارئ، Emergency Management، في حالة حدوث طارئ في بيئة العمل، والطارئ شيء خلاف الطبيعي. إدارة التحقيق في الحوادث، Accident Investigation، إذا حصل أي حادث في بيئة العمل يحتاج قسم إدارة السلامة والصحة لمعرفة أسباب الحادث. ثم إدارة التدريب، اللي هو طبعا أي حادث أو أي خلل يحصل تنتج منه قراءات أو نتائج، ويتم تدريب العاملين عليها. طبعا ندرب نحن قبل ما تحصل الحوادث أصلا. أول ما عملنا تقييم للمخاطر في بيئة العمل سميناه Risk Assessment، تبدأ عملية تدريب العاملين قبل المخاطر من باب الاستباق، حلول استباقية أو وقائية Preventive Actions. يتدرب العامل على أنواع المخاطر البجدة وهكذا إلى آخره. طيب نبدأ الآن في كل واحدة من الإدارات دي بشيء من المعلومات فقط، ليس إلا عشان تعرف أنت الآن عندما تتواصل، سواء كان اجتماعات سواء كان كذا، من المعنيين، من الناس اللي أنت مفترض تتواصل معهم. الإدارة الأولى ذكرناها كانت إدارة المخاطر، ريسك مانجمنت. طيب هي إدارة باختصار من اسمها معنية بتحليل المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وإنها تستعد لها من خلال تدريب العاملين على المخاطر. ونحن ذكرنا قلنا التعامل مع المخاطر بيتم في 3 خطوات او 5 مراحل. المرحله الاولى ان امكن ازاله الخطر بالكليه، ان لم نستطع نجي للمرحله الثانيه اللي هي سميناها سبستيوشن، يمكن هل يمكن استبدال الماكينه او المعده او الشيء اللي يسبب الخطر بشيء اخر يدي نفس الوظيفه لكن بخطوره اقل، ان امكن شيء طيب. طالما نحن ما ابعدناه تمام، ما عملنا له اليمينيشن، نحتاج انه نعمل له الان عمليه بتاع التحكم هندسي، يعني نعزله في مكان معين. مثلا ماكينه فيها ضوضاء عاليه، نعزلها في مكان معين عشان الضوضاء ما تنتقل. ماكينه فيها اهتزازات عاليه كذلك، نعزلها في مكان معين عشان يقلل الاهتزازات وهكذا. وطالما فيها مثلا مخاطر الضوضاء والاهتزاز وغيرها، ندرب العاملين على المخاطر الموجوده ونديهم وسائل للحمايه الشخصيه، او شيء من ناحيه اداريه ندربهم ونؤهلهم ونبين لهم المخاطر ونضع لهم علامات علامات تحذيرية وغيره. كذلك نقوم بالجانب بتاع البي بي اللي هو توفير وسائل الحماية الشخصية من كل المخاطر اللي اتعرفنا عليها في بيئة العمل، سموها المخاطر الممكنة foreseeable risks، لأنه في مخاطر غير ممكنة إذا حصلت تسمى بعد ذاك طوارئ أو كوارث.
طيب المعرفة الإدارة دي مقصود منها شنو، أو الهدف منها شنو؟ تحديد المخاطر، ومتى متى ممكن تحصل، ومكان وقوعها، هل في مكانات معينة، هل في عمل في مكان عالي أو غيره. طيب تبين لنا النتائج المتوقعة إن حصل الضرر، تمام، وتبين لنا الإجراءات المفروض نتبعها أولا عشان نتقي الضرر أو الخطر، ثم إن قدر الله وحصل الخطر نتعامل معه كيف. دي من أهم الأشياء اللي مفترض تفهمها انت. فاذا وجدت مخاطر في بيئه العمل، دي الاداره المعنيه تتعامل معها انت. الادارات دي يا شباب في الغالب هي داخل اداره السلامه والصحه المهنيه، قد تكون اقسام او قد تكون عباره عن مهام. طيب اداره الازمات، ازمات الصحه والسلامه المهنيه. نحن ما نتكلم عن ازمه نتكلم دائما عن شيء خلاف الطبيعي وياتي بصوره غير متوقعه. كل المطلوب مننا نضع خطة تطويرية، مثلا زي الآن موضوع كورونا ده يعتبر أزمة ويعتبر طارئ ما كان الناس يعني مستعد له ولا كان متوقعه. فلما يحصل لابد من خطط وإجراءات من قسم السلامة والصحة المهنية كيف يتم التعامل مع الشيء ده. مثال آخر، مثلا أنت الآن مشرف سلامة والصحة المهنية في حقل بتاع بترول، والأمور ماشية تمام، ففجأة كده ظهرت ظاهرة غريبة عند الناس، عملية بتاعت اختناق، أزمة ما كانت موجودة. فأنت من خلال وجودك في بيئة العمل البترولية كنت متوقع إنه تحصل مخاطر من النوع ده، فبتضع لها آلية بتاعت حل، إنه في حالة وجود أي تسريب غاز مثلا، دي حالة طرأت، على جميع العاملين لبس الماسك والتواجد في مكان فيه تهوية يعني مناسبة والإبلاغ مباشرة وهكذا، فبتضع إجراءات لمسائل زي دي، تمام. كذلك على إدارة أزمات الصحة والسلامة المهنية إنه تضع قواعد وإرشادات للمؤسسة، إنه في حالة حدوث كذا المفترض يحصل كذا وكذا، في حالة مثلا حدوث كذا بلغ لكذا، اتصل بكذا، اتخذ إجراءات من ألف مثلا، من واحد اثنين ثلاثة إلى آخره وهكذا. فكده الحالة دي أنت الآن بتبدأ عملية استباقية أو أولية في التعامل مع الأزمة، بأنك أنت تخرج الناس من مكان الخطر أول شيء، ثم تضمن إنه هم الآن موجودين في مكان آمن، ثم تبدا في عمليه التعامل مع الازمه. انا حصل شيء ما متوقعه، لذلك الان لما بدا موضوع كورونا طلبت اغلب الدول عملت اغلاق، لانه هي ما عارفه الحاصل شنو، لكن كحل مبدئي طالما في ازمه لا علاقه بالتنفس، اي ناس اي انسان، الناس تلزم بيوتها لحد ما نلقى مش نعرف الحل وكذا. بنفس الاليه في بيئه العمل حصل تسرب غازي، انفجار، اول شيء الناس تخرج من مكان الخطر وتجمع في مكان امن، لأن سلامة الناس أهم من سلامة الممتلكات وغيره. في نفس اللحظة دي بيكون في تيم آخر يتابع السبب ليه وهكذا. كذلك في إدارة، نحن ذكرنا قبل قلنا اللجان الفرعية لإدارة أنظمة السلامة والصحة المهنية. نحن قلنا قبل أنت قد تكون مثلا الآن مدير قسم السلامة والصحة المهنية في شركة إنشاءات، جميل. شركة الإنشاءات دي فرعها الأساسي أو الرئاسة بتاعتها اللي هو الـ HQ الهيد كوارترز في العاصمة، عندها فروع أخرى في مدن، تمام، والفروع دي مكلفة بمتابعة مشاريع اللي بتتم في المدن المعنية. فأنت مطالب أولا تضع إجراءات للسلام والصحة المهنية تلزم بها جميع الأقسام، سواء كانت موجودة في العاصمة أو الموجودة في الولايات الأخرى وهكذا، بتكون حاجة ثابتة. كذلك تقيم الآثار الصحية، لأنه قد تجيك في بعض المشاكل في بعض الفروع تتابع أول بأول، وتستطيع تعرف انه اسباب المشاكل دي هل اسباب محليه، يعني انه مشرفي السلامه والصحه المهنيه في الموقع الفلاني لم يلتزموا، ولا اسباب جات عرضيه نتيجه انه في خلل معين وهكذا، تتابع الامور دي. تراقب المقاولين، دي مساله مهمه جدا. كثير من الشركات لما تيجي تنفذ الاعمال بتجيب مقاولين، فالمقاولين ديل الشركه الام مطالبه بمتابعه التزام بالسلامه والصحه المهنيه، فانت مطالب تتابع هل المقاولين ديل ملتزمين ومدى التزامهم وهكذا، ثم تعمل برامج تنويرية ومقترحات وكذا، ودي بتجي نتيجة للتعاون مع كل الأقسام الموجودة في الموقع. لأنه أحيانا أنت قد تكون مشرف لموقع مثلا معين إنشائي، ممكن يكون فيه 5 أو 6 مقاولين من جهات مختلفة، فهنا تحتاج إلى وضع عمل اجتماعات للسلام والصحة المهنية، التنوير، بيان الإجراءات والتأكيد عليه، لأنه الناس ممكن في بداية الأمر تجد في أول أيام المشروع ما شاء الله المقاولين ملتزمين وكذا، لكن بعد ما تمر الشهر الاول الثاني الثالث تجدهم بعد ده يقل التزامهم، فتحتاج ثاني تعمل اعاده بتاعت عمليه تعبئه مره اخرى، تضع برامج دوريه تثقيفيه تنويريه،
توزع منشورات بشكل بسيط، سهل وبسيط ويفهم، سواء كان على شكل فيديوهات دعائية، على شكل بوسترات تضعها في مكان مثلا اللي هو اللي بتواجد فيه العاملين، في مثلا زي عندهم بيكون بالنسبة في حاجة بيسموها الميز أو أول غرفة الطعام مثلا، مكان تواجدهم، الأماكن العادية، مكان اجتماعاتهم، تضع الأشياء دي وهكذا. يعني تطور وتقترح أمور للتعاون بشكل أفضل. إدارة التدقيق قلنا هي المقصود بها. طيب أنت مثلا على سبيل المثال كمشرف سلامة وصحة مهنية في مؤسسة ما، وجدت انه لا بد الالتزام زي ما ذكرنا قبل قلنا بمعايير معينه، مثلا انه العامل يستعمل هيلمت معينه بمواصفات معينه، لانه وهكذا تستعمل سيفتي شوز بمواصفات معينه وفق طبيعه العمل، يستعمل مثلا البروتكشن جلاس وهكذا، دي كلها بمواصفات معينه اتفقنا عليها في الاول، واتفقنا انه مثلا كل مقاول يكون عنده اشتراطات للسلامه والصحه المهنيه كذا وكذا وكذا. الأشياء دي ذكرنا إنه في بداية الأمر الناس ممكن تلتزم بها. أنت عاوز تتأكد إنه تم الالتزام بها بشكل مستمر. فبتعمل تدقيق بسموه أوديت. يعني مثلا تجد أي مقاول تمشي تعمل معاه اجتماع تشوف هل تعمل تشيك للنظام بتاعة السيفتي بوليسي اللي ماشي بها، هل هو الآن سياسة السلامة اللي عنده ملتزم بها؟ هل هو زي ما قال أنا التزم أول بتوفير كذا ووضع كذا ووضع كذا، هل هو الآن ما زال بيحافظ على الأشياء دي؟ هل المعدات والأدوات اللي بيستعملها المقاول فعلا فيها شروط وضوابط الصحة والسلامة المهنية؟ هل فعلا بيعمل تشيك أو بيعمل عملية بتاعة فحص الأجهزة كل 3 شهور زي ما اتفقت ولا لا؟ ده بسموه التدقيق. التدقيق بيبدأ بمراجعة كل الأمور المتفق عليها بشكل دوري. وكان تراجع مع فروعك قلنا وإدارتك في المدن المختلفة، ده طبعا في الغالب المسؤولية دي بتكون لو أنت كنت مدير سلام وصحة مهنية في الغالب، لأن المشرف يسأل من مكان إشرافه، لكن الإدارة العليا تسأل من جميع الإدارات. كذلك مع المقاولين تراجع معهم الطريقة، الأسلوب، الخطوات وهكذا. فالتدقيق هو عملية بتاعت مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بشكل دوري، مثلا كل 3 شهور أو كل 6 شهور على حسب طبيعة المؤسسات، وتتأكد كذلك إنه والمراجعة قلنا بتتم وفق المواصفات. فأنت قبل ألزمت المقاولين اللي معاك في بيئة العمل أو ألزمت الشركات المهمة السب كونتراكتر يعني بأشياء معينة تحتاج بشكل دوري، وأنت تطلع على الشكل الدوري وفق ما يتناسب مع بيئة العمل. في بعض المؤسسات الأعمال بتكون فيها خطر جدا، نحتاج كل شهر نعمل تشيك مثلا، في بعضها نحتاج كل شهرين أو 3 شهور، في بعضها كل 6 شهور، في بعضها كل سنة وفق طبيعة العمل والمخاطر المتوقعة في بيئة العمل. إدارة الطوارئ قلنا أي شيء خلاف الطبيعي يطرأ بسموه طارئ، لأنك أنت قبل لما عملت الريسك أسسمنت قيمت المخاطر في بيئة العمل قدرت تعرف المخاطر اللي ممكن تحصل وتضع لها الحلول. عندما يأتيك خطر أنت لم تكن خاطئ في الحسبان ولم تضع في الخطة، الآن يسمى طارئ. زي مثلا قاعد في مكان ما جه زلزال، جاء فيضان من مسافة ما كنت متوقعين أصلا، حصل ما بعرف، نزلت مهم أمور غير متوقعة، دي بسموها خطط الطوارئ. أول شيء نشوف احتمال حدوث الطارئ المعين وكيف نتعامل معه، ونحاول بقدر الإمكان أن نطوق الطارئ ونقلل الخسائر، زي ما تم في كورونا مثلا. أول ما جاء قلنا الدول طلبت من الناس في من المواطنين تقعد في البيوت، قللت الموظفين في المكاتب بنسبة تقل عن 50%، وضعت احتياطات انه حتى الخروج يتم باذن و الى اخره، دي كلها قيود وشروط تقلل من الخسائر في الارواح والممتلكات والبيئه، وتمهد الجهات المسؤوله تبحث عن حل للطارئ وهكذا. اداره التحقيق في الحوادث، ودي اداره شباب معنيه بالتحقيق في الحوادث ومعرفه اسباب الحوادث، وسابقا تقريبا احنا عرضنا عليها فيديو شرحنا الاليه وبينا انه في خطوات معينه لابد من الاخذ بها بالاعتبار في التحقيق في الحوادث. وان شاء الله ان وجدت زمن كذلك بعد المحاضره يمكن نعرض نموذج مره اخرى يؤكد لنا المساله دي، لكن خلينا الان نحن نمر بالمفهوم العام. قلنا اولا اداره التحقيق في الحوادث دي معنيه بشيء معين، عندما يحدث الحادث تاتي الاداره وتتدخل، لكن نحن في الاول قلنا بنعمل اجراءات استباقيه وقائيه نمنع اصلا الحادث انه يحدث، من ناحيه بتاعت اجراءات تدريبيه وخطط يعني للبريفنتيف الاجراءات الاحترازيه وغيره. لكن قل قدر الله الحادث وقع، تاتي الاداره تتدخل لمعرفه اسباب الحادث والظروف المحيطه به، حصل شنو، كان في شنو في بيئه العمل،
الاسباب اللي ادت للحادث، ثم تقوم بجمع البيانات عن موقع العمل اللي هي موقع الاصابه يعني، وتعرف المصاب منه وقت الاصابه ونوع الاصابه والاشياء دي ونحوها. تقوم بتحليل البيانات والوصول للنتائج، ثم تكتب التقارير عن الحوادث وهكذا. طيب، اداره التدريب من مهامها الاساسيه تدرب العاملين اولا على تجنب المخاطر المتوقعه. نحن لما عملنا تقييم للمخاطر في بدايه الخطه في التعامل مع الخطر، وجدنا في مخاطر معينه دربنا العاملين عليها وبيقول الان مستعدين. كذلك حتى الاحداث اللي بتحصل لاحقا عندما ياتي التقرير، نستفيد من التقرير كذلك وندرب العاملين لتجنب المساله دي حتى ما تحصل مره اخرى. يبقى اداره التدريب من مهامها تعمل على توفير وتنظيم التدريب الفعال في المؤسسه لمنع حوادث الاصابات وتجعل بيئه العمل اكثر امانا. في سؤال او استفسار يا شباب لحد الان؟ طبعا معظم الكلام اللي اتكلمت عنه سابقا بشكل مفصل، الان بشكل مجمل. في انسان عنده سؤال او استفسار لحد الان؟ طيب، اداره او اجتماعات اقسام السلامه، نحن قلنا من اهم عوامل تطوير الاداء في المؤسسه ومن اهم كذلك مفاهيم اداره الجوده الشامله، انه يكون في جانب بتاع تنسيق وتواصل فعال بين اقسام المؤسسه. ومن اكبر وافضل يعني عناصر التواصل الفعال هي الاجتماعات. يتم فيها مناقشه الامور المتعلقه بالصحه والسلامه المهنيه. انت بتقابل فيها مدير التشغيل، بتقابل فيها مدير الانتاج، بتقابل فيها مدير العلاقات العامه، بتقابل فيها مدير المشتريات وتتناقشوا. مثلا مدير المشتريات قام اشترى من عميل مواد خام، لكن العميل ما راعي في المواد الخام شروط السلامه، تتناقش معاه انت، حيث انه يلزم العميل ده او ما يتعامل معاه ويتعامل مع مورد اخر. وهكذا. طيب، تتاكد من 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 فوائد الاجتماعات بين اقسام السلامه عموما هو التاكد انه المعلومات وصلت، سواء كان معلومات الصيانه، سواء كان معلومات التقارير الدوريه، سواء كانت التقارير الشهريه واو الى اخره، انه وصلت للجميع بطريقه فعاله، يعني كل الناس فهمت الرساله المطلوبه، لا سيما المشرفين والعاملين. كذلك الاجتماعات بين الناس بشكل دوري بشكل فعال تشجع وترفع من الروح المعنويه بين الفريق، لانه بيحس بانه في تعاون حقيقي، في اهتمام حقيقي بسلامتهم وصحتهم، انك انت كمشرف سلامه وصحه مهنيه او كاداره سلامه وصحه مهنيه بشكل عام بتسعو لحفاظ الحفاظ على سلامة وأرواح الآخرين. فلما الإدارات الأخرى تحس بدورك ده، تجد إنها تتعاون معك وتتجاوب معك وتحترم وتقدر دورك في هذه المسألة. كده بحمد الله سبحانه وتعالى شباب ختمنا المادة المتعلقة بعملية بإدارة أو بتحليل بيانات السلامة والصحة المهنية، والكمال لله سبحانه وتعالى، ما كان من تقصير أسأل الله سبحانه وتعالى عفو لي عن الأمر. انا حب سعيد اني امشي وفق المنهج، لذلك انا بشرح وفق المنهج. في امور كثير جدا كان بالامكان يعني افصل فيها واسترسل فيها، ولكن ده حيكون محسوب على الزمن المتاح للماده. الماده عندها منهج معين، عندها زمن معين، عندها عدد محاضرات معين لازم انهيها اثناء السمستر، فكان لابد من مراعاه المساله دي. ولكن بحمد الله من خلال المواد العلميه اللي تناولناها، دراسات الحاله اللي شاهدناها، الفيديوهات اللي عرضناها، بنجد انه يعني بحمد الله تمت يعني تم ايصال رسائل واضحه. فكل من حب يتعمق ممكن يرجع للمسائل دي، لانه انا جبت المعلومات عملت لها ابديت من اماكن اخرى، ولكن حرصا اقصد مع الحرص على الزمن والماده العلميه، حجم الماده العلميه المفروض يوصل لك، والا الاسترسال في المواد دي مهم جدا، ولكن يكون في دورات خاصه منفصله. الان لو في اي سؤال او استفسار يا شباب ممكن تطرحوه. ويبدو أنا الآن عندي يعني مساحة إني أعرض فيها الفيديو الصغير المتعلق بإدارة التدقيق أو سوري إدارة التحقيق وكذا، إذا قلنا إن وجدت زمن، فممكن الآن نعرض زمن أو فيديو بسيط جدا لعلكم شاهدتم سابقا، أو لعله الآن ممكن نراجع به، حتى تكون كده إحنا غطينا يعني كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى وفق المطلوب. ولكن أنا أدعو الجميع إنه يا شباب مجرد المحاضرات دي لا تعتبر هي يعني هي كل شيء، هي تديك الاساس انت حتنطلق لاحقا وحتسترسل في المعلومات لاحقا. نشاهد الان فيديو صغير يتكلم عن عمليه التحقيق في الحوادث، ثم بعد ذلك اذا عندكم اي اسئله واستفسارات نتناقش فيها، وبعدها نختم محاضرتنا باذن الله رب العالمين. Whenever there's an incident at a workplace, an event that causes an injury or a near miss,
it must be investigated. Because if you can find the cause of the incident, you can help prevent future incidents. Every incident investigation involves six key steps: preparation, visiting the scene, conducting interviews, examining physical evidence, analyzing the evidence, and preparing a report. Every workplace should have a plan in place outlining who's responsible for conducting incident investigations. For the purposes of this video, let's say that person is you. You may be a committee co-chair, worker representative, manager, or supervisor. You will work as part of an investigation team that includes all or some of these people, at least one representative of your employer, and one representative for workers. It's a good idea to have a prepared investigation kit. A basic kit includes an investigation checklist, an investigation form, high visibility tape, pencils and pens, graph paper, a measuring tape, a clipboard, a camera or video camera, notepaper, plastic bags, envelopes, a flashlight, and a ruler. You should also have access to any safety equipment that might be needed, including a hard hat, eye protection, hearing protection, and protective clothing and footwear. As an investigator, the sooner you can get to the scene, the better. The first thing to do is to make sure the area is safe. That means clearing the area, then securing the scene by taping or closing it off to prevent further dangers to workers, as well as to protect evidence. It also means making sure all energy sources are locked out and all equipment is turned off or unplugged. Once the scene is secure, you'll want to check on who has been notified about the incident. Every workplace should have a procedure in place for notifying family members, staff, and, in cases involving a serious incident, manageable workplace safety and health. Keep in mind, the employer is required to contact Manitoba Workplace Safety and Health when a serious incident occurs. This includes a death or serious injury that causes a worker to suffer, such as an injury resulting from electrical contact, unconsciousness as the result of a concussion, a fracture of the skull, spine, pelvis, arm, leg, hand, or foot, amputation of an arm, leg, hand, foot, finger, or toe, third-degree burns, permanent or temporary loss of sight, a cut or laceration that requires medical treatment at a hospital, asphyxiation or poisoning, the collapse or structural failure of a building, tower, crane, hoist, temporary construction system, or excavation, an uncontrolled spill or escape of a toxic, corrosive, or explosive substance, any explosion, fire, or flooding, and the failure of an atmosphere supplying respirator. Once the scene is secured and people are safe, begin gathering basic information. For example, if a worker was injured, you should find recording out in progress. Name, date of birth, and contact information, the nature of the worker's injury, where the worker was taken and by whom, and the worker's job title, as well as how long the worker has been doing that job. This is also the point where you should start gathering evidence from the incident area. As you gather evidence and samples, always remember that you are looking for both the direct and indirect cause. The direct cause is exactly what it sounds like, the cause of the worker's injury. The indirect cause involves the factors that led to the incident occurring. Things such as the task or procedure being used at the time, the materials and or equipment being used, the worker or workers involved, management's role, and the workplace environment at the time of the incident. As you investigate, remember that this is never about placing blame. Look at all the factors that led to the incident carefully and objectively, because ultimately your job as an investigator is to help ensure that there are no future incidents.
To start your investigation, it's a good idea to sketch the scene first and begin taking measurements. Think of it as drawing a map with the most important information in the middle. The sketch should include the position and conditions of injured workers, tools, equipment and materials, safety devices and personal protective equipment used in the area, and anything else that seems significant. After doing a sketch and measuring, take photos or videotape the scene from various angles, being careful not to disturb anything. All the information you gather should be carefully labeled with descriptions and placed with any notes taken at the time. Those records will be important when presenting your findings later on. At the same time, compile a list of names and addresses of anyone who witnessed the incident. You'll want to start conducting interviews as soon as possible while the details are still fresh in their minds. While gathering the names and addresses of the witnesses, separate them into different categories. Eyewitnesses who actually saw or were directly involved in the incident. People who arrived immediately after the incident occurred. People who saw the events leading up to the incident. And people who have information about the specific work, processes, equipment, materials, and other aspects of the area where the incident took place. Witnesses should be interviewed individually and ideally at the scene so they can help you get a better picture of what was going on at the time. As you conduct your interviews, be aware of the emotional state of each witness and proceed with empathy and understanding. After all, the incident happened in their workplace and maybe even to someone they know. There may be anger or resentment. There may be fear of being blamed. There may be concern about getting someone else in trouble, or just uncertainty about what happened. Be calm and keep things as simple as possible. Write down the witness's statement, read it back, and clarify anything that's unclear. Then have the witness read and sign their statement. And don't be surprised if some statements contradict each other. People coming in at different times and standing in different places are going to have different views. After gathering all the evidence, you need to begin examining the physical evidence. Examining physical evidence may require outside help. For example, you might need an engineer, a health professional, or someone familiar with chemical analysis to provide an expert opinion. Just be certain in examining the evidence that you are thorough and careful, have machines and equipment tested for malfunctions, check the mechanical specifications on machines, and review any related documents that might be available. This includes past incident reports, WCB claim records, maintenance reports, even minutes from past committee meetings, anything that might help give you a more complete picture of the incident. At this point, you should already have a fairly good idea of exactly what happened and how it happened. But true analysis means figuring out why it happened. Map out the events in writing using evidence to support each conclusion or observation. Start with the task and procedures being used at the time. Note any issues related to the equipment or materials being used. Consider the worker, not to place blame, but to see what factors contributed to the incident. Consider management's role. For example, if they were ensuring all safety procedures were being followed properly at the time, note what the workplace environment was like, and if something in particular changed, contributing to the incident. Your final report is important because it's what will provide the catalyst for change and ideally point to solutions. Manitoba Workplace Safety and Health has a format to use. Provide the evidence you collected. Identify the direct and indirect causes of the incident. Recommend immediate and long-term actions to correct the problem. And finally, be sure to note who prepared the report, when it was prepared, and list who received copies. If you have a Workplace Safety and Health Committee, you need to get the signatures of both co-chairs, or else the signature of your Workplace Safety and Health representative. Once you've turned in your report, the Safety and Health Committee, or your representative and your employer, will discuss your findings and recommendations. Be prepared to answer questions, clarify points,
or address any concerns the committee may have. طيب يا شباب، الآن شاهدنا ملخص لعملية التحقيق في الحوادث، وهو 6 أشياء ذكرناها كبيرة مهمة جدا. ممكن نختمها فقط بأنه نحضر لعملية التحقيق زي ما شفنا قبل شوية، ونمشي مكان الحدث اللي حاجة اللي حصل فيها الأكسيدنت يعني، ونقوم بإجراء يعني مقابلات مع الناس اللي كانت موجودة، ثم نحقق في الأدلة اللي تم جمعها ونحللها، وأخيرا نخلص إلى تقرير الحادث. دي تفاصيل مجملة. المفصل لعله ناقشنا فيه سابقا، وكده بحمد الله رب العالمين يا شباب نكون مرينا بالأشياء الأساسية كلها بحمد الله رب العالمين.